ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. مقال مقتبس في الأدبيات الصحفية عبر العالم. يقال إن الخبر ليس أن الكلب عض فلان، بل إن الخبر هو أن فلان عض الكلب. وبعيدا عن بعض الكلاب ذات الحظوظ هذه الأيام ببلادنا، فإن ما يثير المرأة فعلا في قصة علاقة المغاربة مع الظاهرة الجديدة لفيروس كورونا الذي سبقته ظواهر فيروسات سابقة مثل السارس وأنفلونزا الخنازير وغيرها، وستليه في السنوات القادمة أجيال أخرى من الفيروسات، هو شكل التعامل العمومي المغربي الذي يصر على أن يسجل اختلافه على العالمين. الحدث ليلة الاثنين 2 مارس 2020 في مدينة الدار البيضاء ليس الإعلان عن تسجيل أول حالة مؤكدة للإصابة بالفيروس الصيني العابر للقارات، بل إن الحدث هو تقاطر عشرات من المواطنين المغاربة على مستشفى مولاي يوسف، حيث الجناح المجهز للعزل الطبي ليس للكشف أو السؤال عن طريق الاحتياط، بل لمحاولة مشاهدة أو التفرج على الحالة المصابة، فيما يشبه وهم اكتشاف كيف يكون شكل المصاب بالكورونا. إننا أمام حالة مغربية خالصة لا نظائر لها عبر العالم، من منطلق أن الناس مفروض أنها تهرب من الفيروس، أما قومنا فهم عكس كل الناس يذهبون إليه. شو الحمايه ديال حنا بغينا الحمايه، حنا بغينا نديرو كمامه وندخلو عندكم مرحبا، ماشي تخرج الدار معايا، باغي الدار معايا وسير وخرج برا ما حنا ما والو. حنا جينا غندوزو، مشينا نتسون على الغادي وصول للطبيب اللي كاين تما، قال لي راه ما خدام حتى حاجه، ما خدام، قال لي شي 3 ايام ما كاينينش الطبيب، راه كاين ولكن شي حاجه ما خداماش، راه ديجا نايت صداع داخل عليا. كيفاش دايره الحاله داخل؟ كيفاش دايره الحاله داخل في مستشفى جلال؟ هنا كاين جوج حالات، هنا كاين مرا وراجله مقيمين في ايطاليا. ما عرفتش شنو واقع، ولكن كلشي كان في كوفيد، اطباء وداكشي كلشي مزيان، وما كيبغوش يقولوا، ما بغوش يبينوا، انا جاوني ما بغوش يبينوا واش كاين شي حاجه ولا. المهم هما بيان بروتيجي، كلشي مزيان. يعني انت طلبتي انك دير الماسك؟ دير الماسك ما بغوش يعطوني، ما بغوش يعطوني، قلت لهم نشريهم. اييه قال لي اخويا راه ما كنشريوش وما كنبيعوش، نشريو هنايا فهمتي. قال لي ما كنبيعوش، نشريو سير الفارماسي، وعلاش تدوي معايا انت بحال هكا؟ قلت له راه ما جاش عندك هادشي، راه ديال الدوله، الا بغيت شي حاجه راه من حقي نمشي ناخذها ونشريها فيما كاين، ولكن ما تدويش معايا بهذا الاسلوب. شوف يعني دوي بالاحترام، دويت معاك بالاحترام، قلت لك عافاك الكمامه، قال لي علاش كدوي معايا انت كتنقص كذا بحال باغي الدار. شكرا للتوضيح. الله يعطيك الصحه. هو والزوجه ديالو دخل المستشفى، اطباء ديال الكمامات والمواطنين اللي باغيين يدوزو ما دايرينش الكمامات، رفضوا قال لي سير شريها. السلطات والقائد والباشا ديال عملة أنفرة في الطريق. بسروال مستشفى معروف مولايوس بدون كمامات وبدون واقي. هناك جوج حالات من بعد ما كان البلاغ ديال وزارة الصحة، بلاغ رسمي. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.